مواصلة جهود مكافحة السرطان في الجزائر من خلال الوقوف على أوجه القصور في مجال التكفل بالمرضى، من بين محاور المؤتمر 15 لطب الأورام والمؤتمر 22 لرابطة الأطباء العرب المنعقدين بالجزائر. وزير الصحة أكد بالمناسبة على أن مكافحة السرطان يشكل أولوية وطنية، تجسيدا للإرادة السياسية من أجل التكفل الأمثل بالمريض وتحسين الخدمة العمومية. تم اعتماد مخطط عمل يرتكز على تسهيل وتحسين الولوج إلى الخدمة الصحية وتقليص مدة الانتظار لفائدة مرضى السرطان. وفي ظل تزايد أعداد المصابين بداء السرطان الذي بلغ أكثر من 50,000 حالة جديدة خلال عام 2022، الجزائر تجدد التزامها بالتكفل بالمرضى من خلال تحسين الخدمات الصحية واستحداث هيئة وطنية جديدة تعنى بالوقاية ومكافحة السرطان. أقيمت عدة أشياء من قبل، لكن لم تكن هنالك استراتيجية وطنية لتتكفل بجميع محاور السرطان، ولهذا تم إنشاء هذه الهيئة للتكفل بجميع مراحل السرطان، يعني من الوقاية إلى الكشف المبكر إلى الدواء إلى البحث العلمي. ولأن مكافحة السرطان تستدعي تكاتف الجهود، ركز المشاركون في المؤتمرين على أهمية تبادل الخبرات بين الأطباء والمتخصصين في مجال طب الأورام لمواكبة كل ما هو جديد في مجال التكفل بالمرضى. مجموعة كبيرة 6 أو 7 خبراء هيكلموا على أحدث الأبحاث وأحدث الطرق لعلاج الأورام، سرطان الثدي، البنكرياس، الرئة، المثانة، البروستيت، ومعنا 2 من الأطباء الفيزيائيين، دكاترة فيزيائيين هيكلموا عن أحدث التخطيط الإشعاعي في علاج الأورام. عم نستكمل التعاون بين الأطباء وخصوصا بالأبحاث العلمية، وبيكون ثمرتها منشورات علمية. وضمن مقاربة شاملة تسعى الجزائر لمجابهة داء السرطان وضمان تكفل أفضل للمرضى، الأمر الذي من شأنه التخفيف من تبعات هذا الداء على صحة المواطنين.